أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 213 حالة من المصابين بكوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة. وقال الشيخ باسل الصباح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من كوفيد 19، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.